من القلب جديته مخي لقيته في الغربة لقيته في الحومة لقيته في العيلة جديته جمهور سيد المشاهدين صارت اليوم الخميس على قناه الحوار التونسي اسمها جي دي تي كما العاده فرحانين برشا تحضر معنا بايا الزردي ليديز اند جنتلمان امينة ستار مشاغب نمبر 1 زياد المكي بعد ليدي غاغا نقدم لكم ليدي منول ليديز اند جنتلمان نقدم لكم المشاغب رقم 2 وسيم ميغالو فرحانين برشا اللي بيحضر معنا الصوت المزيان صوت التونسي البيور اللي نحبوه اسمع والقمه السموم نتاع التمثيل عزيزتنا امنا الناس الكل امال بكوش مرحبا يحضر معنا اليوم كالعاده عزيز غزواني عسلامة عزيز نوتر دي جي مرحبا السادة المشاهدين شنحوينكم يا جماعه عزيز امال هو كل بلاد كل بلاد على كبارها هكا ولا اه وي دونك تبدا بحذانا امول نبدا بامول نسلم عليها ولله على روسنا اليوم ومحنا جيتك بحذانا والله مصلي على النبي ومحنا قداش منوره وقداش فرحت اللي جيت بحذانا اليوم والله على الاخر والله انا فرحانه راه فرحانه برشا بوجودي معاكم خاصة مع ناس انا نحبهم ديما نتفرج فيهم وكل ما نتفرج فيهم يزيدوا يدخلوا قلبي عايش وهذا شرف كبير برشا لي اليوم اسمع شو هي القاعده نتاعنا اليوم عائليه عائله بينات بعضنا كنا عائله كنا في بعضينا فيهم اللي نعرفهم وفيهم اللي تعرف عليهم وفيهم اللي سمعت عليهم ولقيت حاجه اخرى حسيلو تخلويده حلوه في قلبي سمعت والله عليهم ولقيتهم حاجه اخرى والله بزي بزي سؤال ميرسي على الاستضافه وهني قلت لك انا فرحانه بيا احنا فرحانين زياد عايش مدام ربي يفضل ولدي كل فرفيشك الحلو هذيك والله يمين خدمنا مع بعضنا سيت كوم تسمع مدام امير بكوش تدخل مرعوب بالحق قدكش متواضع ربي يخليك ربي يخليك لينا انا امبارح برك نتفرج في حلقه تشوف لي حل استوديو وانت وفوشيكا معناتها مدام امال بالحق كل ليله امبوسيبل عائله تونسيه ما تفرش في مدام امال ربي يفضلك اسوم لله مرحبا بحذينا زارتنا البركه اسوم من احسن اصوات استنى نكمل لك قول لي اي قول لي قالوا العسل هو كل شيء في محليه ابار يجي مؤخر هكا ولدي ميغال وراه شيء حاجه كبيره ياسر والله عايش عاليه أمينة اكتشاف والله العظيم اكتشاف انا ما نعرفهاش قبل ولكن وقت اللي ريتها كل وهرة وكل قدر عايشة كمان وكل ريبريك العزيزة بيا بيا ديك عزيزتي من قبل راي ملي كانت منشطة كانت مذيعة كبيرة عايشة وكنمشي الإذاعة راكم هكا خيالات مدام أمير حزمة فهمت كان المنشط ماكش بلد أحد إيه عوجي أنا أول مرة راك أنا كوميم نحس منشط كبر برشا كبر قاعد على الكرسي كبر مش العمر لا لا والله حتى في العمر زي لا 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 نقصد أكد لك العرف من الحلقة الثانية على كرسي يبرو لا لا أنا يا لله ربي يفضلك لينا وربي يخليك لينا ومتأكد شارقة باش تتعدى حلقة ممتازة عندي لي عندي المشاهدين مفاجأة هي مش ليك أنت للسادة المشاهدين مفاجأة طب بعد شوية باش نقول لهم عليها مع أسماء مرحبا أسوم مرحبا من أزم أجمل ما عندنا من أصوات تونسية على الإطلاق صراحة أنا هذايا رأي فيلم حاجات أخرى حاجات أخرى أيوة ألف رشا وحشتكم عنا وقبيلة نحكي مع أمين ضحكوا عمين ولعب بالي ماسك عمين عمين دونك محليكم اون كونتينيتي ديما ناجحين يا لله ربي فضلك جوست نرجعوا نحكيوا على المفاجأة صحيت أمينة برافو بالله ملا أمينة ملا أمينة ملا أمينة مفاجأة باش تعرفوها شنو جوست نعملوا ترتيحة صغيرة اسكو التونسي عم يعرف سامي صغار الحيوانات والحيوانات بصفة عامة بالفرنسية ولا خونا سليم كالعادة وإبداعاته عاصمة مرحبا بكم أهبطنا اليوم للشارع التونسي يعطينا بعض الحيوانات بالفرنسية للمواطنين وهما يترجموهم لنا بالعربي كيفاش كانت الحكاية تابعونا
ليليفون شنو هو ليليفون؟ ليليفون هي الزرافة. كي يقول لك شافر شنو معناها شافر؟ والله ما نعرف. حسب التقريب شافر حيوان هو شنو؟ شافر معناها قرد ولا لب. قرنوي شنو هي القرنوي؟ قرنوي فيل. فيل قرنوي. قرنوي هو فيل. اي فيل. متأكد من هذه فيل. والغاء. غاء غراب. الشافر شنو هي الشافر؟ الشافر. شو الحصان مش معزة؟ اي هاك تعرف. سيربون. سيربون. فاك الرابور. سيربون. رابور. سينج سينج لا سينج. اقف اقف مدام لا سينج اقف. لو سينج. اقف اقف مدام قلت لا سينج زيد نقدم. يعطيك الصحة. أخس شنو هو الأخس؟ كونغورو. بولب شنو معناها بولب؟ بولب ما بعرف. حسب التقريب شنو تنجم تكون بولب؟ وزغة. أخس. أخس. جمال. العلو شنو يولي بالفرنسي؟ موتون. موتون. شيفر شنو يتولي بالعربي شيفر؟ شيفر. نعم. شيفر؟ نعم. نعم. بولب بول دجاجة بولب سردوكا برافو. بابيون بالعربي شنو؟ بابيون شامية حاجة كاين. أخس شنو معناها بالعربي؟ أخس. فرس. حسب رأيك السوتريل شنو تنجم تكون؟ ماهيش حيوان. السوتريل ماهيش حيوان، شنو كرهبة. لي بوبوتام هو شنو هو لي بوبوتام؟ دجاج. يقول لك مرقة جلبانة باللي بوبوتام معناها. أكيك أي. كونون شنو معناها كونون؟ كونون هذا أدجيكتيف. أما سافوار شنو هو؟ نجم يكون كأدجيكتيف. والتيكر. تيجر. تيجر. تيجرر. تيجرر. تيجر للتيجر تيجر تيجر للتيجر كيفي ستان فيزيتور. الحناش شنو بالفرنسي؟ سيربون. غا شو معناها غا؟ غا حرف. سوتريل شنو هي سوتريل؟ سوتريل مش سوسيتي هذي. شو سوسيتي؟ ها سوتريل بالفرنسي حيوان بالعربي تولي شركة. سوغي. سوغي ضحكة. حسي روحي أنا قعدت سوغي هنا. كروكوديل بالعربي شنو يولي؟ حلوف. كروكوديل حلوف. حلوف هذاك كروكوديل كبير. تورو شنو هو تورو؟ تورو هذايا حيوان زاحف معناه فكرو. لي بوبوتام. لي بوبوتام بوبوتام سيت اون بيتي سيت اون بيتي يا وي بيتي. غا ان غا ان غا ان غا. تعالوا شنو شنو بونتون. سوتريل شنو هي بالفرنسي؟ سوتريل هاي ذول يزمروا لك هاي برا والله زمروا توزيع سي هاي ديما العميل الأخونا سليمة ورجعنا شيخة في الكاميرا كاشيل أسبوعية اللي قدمنا في برنامج جي دي تي. نذكر السادة المشاهدين اللي فما الكريب على ذمتكم يكفي أنكم تبعثوا حرف A بالإسماس على 85-810 باش تكون أنت الفائز بالتويوتا كورولا الفيرسيون بيزنس اللي على ذمتكم اللي سومها يا ميغالو 73-900 مالجري جيت مخر قاعد سوم هو بيدو ولا هو بيدو تبعت شوية بعد شوية تنزكم نعمل بيكم دورة في الكريب نتاعنا تويوتا كورولا اللي هي كهربة العام عام 2020. ما تتصور انت احسن كهربة والاكثر كهربة مبيعا في عام 2020 تولي هي كهربتك عام 2021 هذا يكون بحرف A بالاس ام اس على 85-810. شنو رايكم في تليفون في تونس يستقبل التكنولوجيا قبل ما تجي اسمه اوبو توتسيت اوبو
قلت لكم باش نهزكم للسمم نتاع التكنولوجيا. التليفون اللي سابق عصره في تونس هو الاوبو رينو 5. تقول لي علاش سابق عصره؟ نقول لك هو اول تليفون موجود في تونس بالتكنولوجيا نتاع 5 جي اللي هي اصلا مازالت ما خلطتش لتونس. دونك حب تصفيقه ونرحبوا مع بعضنا الاوبو رينو 5 والرينو 5 جي. دونك كما قاعدين نشوفوا تليفون ممتاز على الاخر، تليفون بالرسمي دوخ من اعز مريت عام 2021 من التليفونات. دونك ليكرون نتاعو حاجه ممتازه على الاخر. ليكرون نتاعو هو ايكرون اوليد 90 هرتز يفتق، اللي هو يتسمى فابليت عندي انا خاطر يفوت 6 بوس، دونك اللي هو 6.4 بوس اموليد، دونك سيرتيفي اي كير، معناتها يحافظ على العينين ويحافظ على الراحه نتاع العينين ويخلي العينين مرتاحه على الاخر. المود هذا موجود فيه، دونك الاستعمال في الليل نعرف اللي نجم يقلق شويه التليفون، دونك هذا حاجه ممتازه على الاخر، تنجم تفرج في الفيديو، تنجم تلعب قد ما تحب، دونك فرجه هايله على الاخر مع الاوبو رينو 5 والاوبو رينو 5 جي. ما نحكي لكمش على الديزاين ديجا بصراحه، معناتها عندي انا من اخف واجو التليفونات اللي ريتهم في حياتي، معناتها براتيك على الاخر التليفون هذايا، معناتها يكفي اني نقول لكم مثلا تليفون القمقوم نتاعنا الاوبو رينو 5 يوزن 171 غرام فقط. 171 غرام فقط. قداش جويد حسب رايكم؟ قداش الجود نتاعو؟ 6 مليمتر. لا لا 7.8 مليمتر. 7.8 مليمتر فقط. دونك بالرسمي عندي انا من اكثر التليفونات براتيك، دونك براتيك على الاخر، تحط تليفون في مكتوب ما تحسش به، تحط في مكتوبك بالرسمي حاجه معناتها خفيفه على الاخر، تلمون خفيف وتلمون جويد. نعرف مغرومين باللي كاميرا، دونك هذاك علاش لي كاميرا اللي موجودين فيه 4 كاميرا كما قاعدين تشوفوا، دونك موجودين حاجه تخليك بالرسمي في القمه نتاع التصاور نتاع الفيديو مع الاوبو رينو 5. دونك بالرسمي تقولش عليه تليفون يخرج لك معناتها غوندو عباره قاعد تصور بكاميرا. الالوان اللي موجودين فيه زوز الوان ممتازين، اللون اللي فيه اسمه فانتزي سيلفر بالرسمي، معناتها كلمة تفهموش ابيض روز بالرسمي، معاش الاولاد ستاري بلاك، دونك ستاري بلاك حاجه ممتازه على الاخر، معناتها لون سومبر اللي هو حاجه معناتها للشخصيه يمكن الغامضه كما الاخ مي قالوا. انا غامض اي غامض على الاخر ينجم يستعملوا كما قلت. دونك خفيف على الاخر تليفون مزيان على الاخر في التقنيات الكل، وخاصه اللي هو اول تليفون يتباع 5 جي في تونس اللي ان شاء الله قريبا باش تولي موجوده 5 جي، دونك نجم تشريه من توا وتخليه معناتها كي تجي 5 جي تلقى تليفونك ديجا 5 جي تستقبل التكنولوجيا واخر عالم التكنولوجيا مع الاوبو رينو 5 ولا اوبو رينو 5 جي. موجود اوفيسيلمون في لي بوتيك المنظمين والاغريي من عند اوبو الكل. كان تسالوا على السوم بالرسمي السوم يدوخ 1,199,000 بالنسبه للاوبو رينو 5 و1,599,000 بالنسبه للاوبو رينو 5 جي. مرحبا بكم في اخر التكنولوجيا مع اوبو. فماش دخل نجم نبداو بها الميسيون تاعنا اليوم قد ما انفيتي بالرسمي عنده معزه خاصه عند الجمهور التونسي، ملاعب يعطاه برشا لكره القدم، فما شكون يتذكر وشكون ما يتذكروش. نحكي على لاعب ونجم اسمه جمال الزابي، نشوف فيتير ونستقبلوا بحضنا جمال الزابي بعد شوي. نحو المهاجم الوحيد جمال الزابي. جمال الزابي لاعب كره قدم تونسي من مواليد 1975 اصيل الجنوب التونسي تحديدا في ولايه توسر. بدأت مسيرته كمهاجم عام 1987 مع مستقبل توزر حتى العام 1995 وين انتقل لفريق جريدة توزر، غادي تألق في البوست متاعه وسجل عديد الأهداف، الشيء اللي خلى النادي المنزرتي ينتدبه عام 2000-2003. اتجاه جمال الزبي التسديد 1-0. وبعدها انتقل للنجم الساحلي وعدى 3 مواسم ناجحة، وبعدها تحول لعديد الفرق الأخرى في البطولة التونسية كيما أمل جربة، مكارم المهدية، جندوب الرياضية، وبعدها كانت العودة لفريقه الأم جريدة توزر في عام 2005. جمال الزابي بعد تألقه مع عديد الفرق تقمص أزياء المنتخب التونسي عام 2001-2002 في كأس إفريقي، وأول مقابلة ليه بألوان المنتخب سجل 3 أهداف، الشيء اللي خلى اسمه يلمع ويتألق. جمال
لكن المفاجأة بعد المسيرة الرياضية المتألقة لجمال الزابي، وبعد ما كان نجم في كرة القدم تحول للعمل في مجال البناء ويلقى ظروفه ووضعيته المادية صعبة برشا، خاصة في عائلة متكونة من مرأة وزوج صغار. اليوم جمال الزابي ضيف باش نحكيو معاه أكثر على الوضعية اللي يعيش فيها، وشنو الحاجة اللي خلت حياته تتقلب من مهاجم لامع مع الأندية والمنتخب التونسي لوضعية وظروف مادية قاسية. نجم من نجوم المنتخب جمال الزابي. يظهري عمل لك دخلة أقوى من استادات. هلش عندك ما سمعتهاش هذا؟ هذه من 2003. من 2003؟ أي من 2003 في سوسة ما سمعتش. ما سمعتش معناتها ما سمعتش هاشك الهتافات هذايا كل به. كنا نتفرجوا قبيله شويه في الفيتير مع بعضنا تبارك الله، معناتها مسيره لعبت في فرق كبيره في تونس، لعبت مع المنتخب، اول بارتي ليك مع المنتخب تماركي ديجا، مشيت كوب دافريك مع المنتخب الوطني التونسي. اليوم يظهر لي الوضعيه نتاعك ما تقبلش الكارير الكبيره هذايا. والله ما تقبلش لا غالب هذيك، سبحان الله الظروف حكمت هكاك. تعرف في اخر في معناها في التنبك نتاع الكارير نتاع الواحد يتعرض للاصابه، وعملت عمليه. مشكورين مسؤولين نتاع النجم الساحلي اللي صبروا عليا، معناها 8 شهور وانا نعمل في روديكاسيون، صبروا عليا ما بعد ما مشاش الامور. معناها تلزيت باش نقص على الكره. اذا كانت تعرضت للاصابه في ركبتك ولا حاجه باش ما عادش نجم تكور، ما عادش سي وفاء الكارير. اليوم شنو تعمل في الدنيا؟ والله نخدموا في نخدموا في المرمى. معناتها مقاول؟ ما مش مقاول ومش مقاول. انت عارف وعندك معك صناع؟ عندي معايا صناع ناخذوا خدم هكا ديار معناتها نبداوها من الفونداسيون مثلا ونكملوهم، ولا ديار مبنيين ونخدموا لهم الفينيسيون نتاعهم. وهكاك والحمد لله، الحمد لله فضل من عند ربي. شو انا بصراحه اي معناتها عندي احترام خاص جدا ليك، خاطر راهو جميل راهو حضوره معنا. لا عمره نهار طلب، ولا عمره نهار قال عاونوني، ولا عمره قال نهار حاجتي بحاجه قدوا لي ولا عملوا لي. قال لك خويا بذراعي نخدم على روحي، هذاك علي خويا ذي حق. هذا حق. معناتها عمره ما طلب حتى شيء. ما ترش اللي معناتها كوميم لعبت برشا، لعبت مع ليكيب ناسيونال، لعبت مع ليتوال، لعبت مع السي ابي، لعبت مع جريده توز المستقبل. معناتها ما لم يتحط شيء في الكارير هذا. تو يتفرجوا هذاك ايش يقول وراه، هذاك ايش يصير. والله تعرف سي امين الجمعيات ماهوش كيما تو، قبل ماهوش كيما تو، قبل كانت ثم دي كونترا بروفيسيونيل، وثم تو معناها ثم دي كونترا بروفيسيونيل، ومعناها والنجم تشكي تاخذ فلوسك. قبل معناها الاغلبيه تلقاها تمشي تلعب هاوي، معناها حتى كتب جمعيه كبيره تمشي كانك هاوي. تمشي مفاهمه، معناها تفاهم معاه مفاهمه ادبيه، تحكي معاه تفاهم معاه يقول لك نعطيك هكا. انا باش نعطيهم امثله العباد باش يفهموا. اي معناتها راه مشيش في بالهم يتفرجوا فينا تو اللي انت لميت فلوس وضيعتهم. هو اصلا ما لمش فلوس باش يضيعها. دونك شد الامور واضحه، ما تقولوش ليه لم فلوس، ليه ما لمش. مثلا كي مشيت للسي بي قداش شهريتك كانت في نادي الرياضي البنزرتي؟ اول شهريه خذيتها في نادي البنزرتي 600 دينار. عام قد ايه؟ عمل في عمل في عمل فيه اي به في الليتوال. في الليتوال برسك ولت الدوبل مليون و200. اي هكا هكا شهرية عادية او حاجة اخرى. ما غير ما تقول لي اسماء. مثلا انت وقتها في المنتخب اقل ملاعب كنت تخلص انت وقتها في المنتخب من المنتخب بكل، قداش يخلصوا في جمعياتهم؟ والله انا عندي فكرة صغيرة على ثم شكون يخلص. ثم اللي يخلص 6 ملايين الوقت ذاك، وثم اللي يخلص 7، ثم اللي يخلص 12، فهمتني؟ معناها ثم شهريات. اسكو هذا سبب اللي خلى، اسكو هذا سبب وكنت سمعت التصريح نتاعك،
كنت قلت الجمعة اللي فاتت أنه كانوا حاقريني في المنتخب الوطني التونسي. أول حاجة ربي سامحهم، أنا مانيش قلبي يبض ما ملوش على الحكاية هذه. أما كي تجبرت باش نجاوب على السؤال، تحس اللي ثم يحبوا يحسوك بالنقص، حسوك اللي أنت ماكش تونسي، ماكش لابس المريول تاع ليكيب ناسيونال. أنا باش نقول لك حاجة أخرى، أنا استدعوني في 2001 وأنا قبلها بعام في 2000 كنت نكور في القسم الثالث في توزر. معناتها الفترة ماهيش كبيرة باش أنا قعدت في الناسيونال، لعبت في برسك موسم لعبت في الناسيونال موسم، بعد نشوف روحي نلقى روحي في ليكيب ناسيونال. معناتها وقال لي كل البرتوباسيون هكا حاجة كيما هكا، معناها كل ملاعبي في الجمهورية يزمو فترة باش يتاقلم، يزمو فترة ويحلم باش يلعب في ليكيب ناسيونال، مستحيل يدخل ليكيب ناسيونال. إي فهمت، يحلم كأنه جاء كأنه حلم. الحمد لله فضل من عند ربي تحقق الحلم ولعبت في المنتخب، ونعتذر ان شاء الله نقدم اعتذاراتي للجمهور اللي يمكن ما يعرف جمال، اللي ثم برشا جمهور كان قاسي شوي. اسكو تغشك وقت الغنيك تدخل تلعب يعيطوا جمال الزابي بيع زرابي، ذكرها ولا نذكرها؟ نذكرها في المنزه، هذا جمهور النادي الافريقي اللي نحيوه. نحيو جمهور النادي الافريقي خاطر بصراحه جمهور كبير وما تقلقنيش. معناتها ما تقلق ما تستفزكش معناتها؟ لا بالعكس بالعكس، انا ما وقت على الريم على اللحن قهوه فرد اللحن. ايش خصك وجيت بيع زرب كوب دافريك 2002؟ قلت انه فما ملاعبيه تحكم في المنتخب مش المدرب اونري ميشيل. اي فما كلونات؟ فما كلونات. اسكو كلونات تابعين فرق ولا كلونات نتاع ملاعبيه محترفين برا؟ والله خليط ما بين الملاعبيه اللي هل صحيح الاشاعه اللي كانت تتقال اليوم ما قالها حتى حد، هل عندك الجرأة انك تنفيها ولا تقولها؟ فما كلون ترجي كلون ليتوال. كلون ترجي كلون ليتوال؟ لا مش كلون ترجي كلون ليتوال. من انا هما الكلونات؟ ثم بالعكس تو كي نقولوا كلون ترجي كلون ليتوال، ثم ملاعبيه لعبت في ليتوال ولعب واصحاب برشا هم ملاعبيه في الترجي، وثم ملاعبيه لعبت في الترجي اصحاب برشا هم ملاعبيه في ليتوال. عادي كلونات مش هكاك، مش هكاك كلونات نتاع باش نقولها لك سي امين، اما سايبه برشا كلونات نتاع مستوى شنو؟ مستوى مادي، مستوى ثقافي. حتى في الكره معناتها الملاعبيه اللي لابسها عليهم الملاعبيه اللي ما يخلصوش بالبيت، حتى مستوى مادي مستوى ثقافي. معناتها كنت تحس بالتفرقه من النوع هذا؟ اكيد. معناتها انت لابس عليك احنا كان معنا لابس عليهم أنا وقت اللي مشيت للسي بي، انا مشيت من بنزرت من السي بي مشينا ليكيب ناسيونال. بصراحه ما جاء حتى ملاعبي من الملاعبيه الاخرين سواء يلعبوا لبرا ولا يلعبوا هنا في تونس، حتى واحد ما جاء نهار جاء للبيت ولا قال لي يقول لك كيفاش تعمل ولا يشجعك معناها ولا يهز لك مورالك ولا يعاونك ما تخافش يعاونك حتى بالكلمه الباهيه. فهمتني؟ ما انا ما شفت حتى بالنسبه للمصايب يحقروه معناتها الحقره موجوده في الكوره اكيد. فهمتني؟ تحس حقروك جمال معناتها؟ حقروني يعني مش نحس حقروني بحق. حقروه بالحق، حتى كي يبدا يكلم فيك يكلم فيك كانه عامله عليك مزي. تمام ملاعبيه يتكلم فيك كانه عامله عليك مزي، وانت تعود معناتها تلعب انت وياه في نفس لابسين نفس المريول وتلعب على مريول تونس يلعب. اي نعرف تلعب على مريول المنتخب مش مريول. اي كان يرجع بيك الوقت شنو الغلطه اللي ما تعملهاش؟ الغلطه ما نعملهاش ما نلعبش كوره. ندمت انت لعبت كوره جمال؟ ندمت اللي انا لعبت كوره، كون قريت على روحي ولا مش خدمت على روحي خير. سيقول لك كوارجي معناتها تبارك الله فلوس، فما فلوس فما شهره فما ثم فلوس تو تو ثم فلوس ثم برشا فلوس. انا اخر مره تقابلت انا مدرب في توزر معناها يريني في جمعيه كبيره، قال لي المهاجمين اللي لعبتوا ما خلطوش على الفلوس، كون جيتوا وخلطتوا على المهاجمين هذوما الموجودين تو تخلصوا قدام 4 مرات. وي لكن هذاك حكم ربي معناها ماناش ماهوش واحد مختار الوقت اللي باش يجي فيه، جينا في وقت هذاك رزاق. باهي انت اليوم معناتها اليوم قلت لي تخدم في البني معناتها. اي
معناتها وضعيتك الاجتماعية اليوم كيفاش تراها أنت؟ والله الحمد لله فضل ما عند ربي الحمد لله. ما غضبتكش أنك بعيد على الكورة ما تحبش ترجع الكورة معاش؟ تحبش تكون مدرب مساعد ما تحبش تكون أكيد أي توا كي بديت أنا في تونس مدرب مساعد مع سي عبد القادر بالحسن اللي نحييه قدوه أي وإن شاء الله في أقرب فرصة نحاول كيفاش باش نتصل بالإدارة الفنية والإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم ونحاول كيفاش نبدأ نحضر في روحي معناها وإذا كان في إمكانية معناتها باش ندخل للاستاجات ونعمل استاجات لطالي تخموا كل واحد كان عنده سؤال ولا عنده ملاحظة يحب يقولها الجمال عندي جوست لعبة صغيرة أنا وياك مع بعضنا كل واحد فريق زو تصور في بوست نتاع كورة قولي أنا هو اللي تختاره يكور معك نبدأ بحراس المرمى باش نعطيك زوز قولي أنا هو اللي أقرب لك تنجم تختاره جول في تكويرة معك بين شكري الواعر والنصر البدوي شكون تختار؟ شكري الواعر واخ بيان سور شكون يوقف في الناصر نحترمه برشا ونحبه برشا ما غلطتش باش لعبت معاه أما شكري لعبت معاه شكون منهم الزوز كي وقف معك؟ سي ناصر ما عنديش بيه معناها نعرفه ما عنديش بيه بعرفه اما شكري هو اللي نعرفه وقف معك شكري ولا والله يوقف معايا وما وقفش معايا معناها ما عادي معناها عادي مرور الكرام عادي عادي برك سامحني امين على ناصر بدوي خضر يخدم معنا ونعرفوه عاون برشا جوارات على عيني يا شيخ حتى شوكو عاون بوتيتر ما تصادفتش باش تقابل خاطر ناصر نعرف لعبيه من لعبيه خويا زوج مدافعين تختار منهم واحد ساعه في تكويره معك راضي الجعايدي وخالد بدر خالد بدر الزوز لعبت معاهم واصحابي وان شاء الله عليهم خالد باهي في الميتون يسحقوه هو اخي خالد بدر شكون اللي فيهم موقف معك؟ خالد بدر عاونك خالد في المنتخب عاوني وقف معايا ديما يحكي معايا احنا وصلنا ريت معناتها يلعب في المنتخب قال لك غير يحكي معايا تسمى ما تفهم هو يلعب في المنتخب ولا تكون يلعب تيتولير وقال لك يحكي معناتها يحكي معايا تسمى حاجه كبيره وسط الميدان قيس الغضبان وزبير باي لا بالمناسبه زبير باي بيراتير والانستغرام تاعو دونك فرصه باش سامحني خويا قيس الغضبان قيس الغضبان وقف معاك زبير ولا لا ساعة زبير يقف برشا زبير باي ما وقفش معايا وقت اللي مشيت للنجم الساحلي ليكيب ناسيونال كيما قلت لك علاقه معناها علاقه عاديه تاع زوج ملاعبيه في الايطوال ما وقفش معاك في الايطوال ما وقفش معايا كيفاه؟ ما وقفش معايا هو يعرف كيفاش يعني احنا ما نعرفوش حبوا نعرف ما وقفش معايا ما معناتها ما برشا حاجات اللي كان ينجم يعاوني فيها وما عاونيش مثلا وانا ماهوش باش يعاونني في شخصي معناها باش يعاونني باش على جال النجم الساحلي على جال الايطوال معناها باش كي نلعبوا في الماتش ما عاونيش ما عاونيش شو بصراحه بيناتنا تو انت كوارجي تعرف لغه الكوارجي وريق الكوارجي راه يفهموك كان كوارجي بعد تبدا ستيل خارج راسك راس الجول فما شكون الميليو يا يباسي لك يا ما يباسيلكش تنجم تنجم تقول زبير باي ما عونيش ما تحكي على هذا انت معناتها نجم نعطيك باس نجم نعطيك باس خارجك راسك راس الجول لين نغطيها للاخر ما نمدهالكش لك انت اسمعني انا مانيش انا لعبت من عام 86 مانيش نحكي على زبير بصفه عامه بصفه عامه انا من عام 86 راه في الكوره ولعبت في الاقسام الكل الحمد لله من القسم الهواة حتى القسم الناسيونال نعرف ايش معناتها ملاعبي كي ما يحبش ملاعبي يا خويا ما تحبنيش ما يسالش ما تحبنيش شخصيا كي نكوروا فردنا نلعبوا اما كي نبدو نلعبوا في الماتش خويا كل حاجه خلي حبك لبرا خلي حبك على جنب اما كي نلعبوا في الماتش حب المريول اللي انا لابسه خلينا نلعبوا نعدوا نخرجوا طروحنا معناها ندخلوا ماتشونا وبعد الاخر في الهجوم شكون الملاعب اللي تختاره بين زياد الجزيري وعلي الزيتوني؟ والله الزوز علي الزيتوني خويا وصاحبي في بالك علي عاونك برشا اي في بالي تعرف كيفاه كي ضربهم مش يشكو بدفريك مش انت بالعاني نزيدك معلومه ضرب روحه بالعاني علي باش مشى جامع سكوب هذاك زياد هذا اذا كان هم زوز باهي علي الزيتوني باهي ملاعبي باهي اما زياد بصراحه زياد وقف معايا معنويا وضرب معايا بالبونيا النجم الساحلي
حب نقعد، وحتى كانت جات جمعية أخرى باش نخرج من نجم الساحلي قال لهم لا يقعد، وقعدت و تحية. برافو جزيل. كان علي الحفص يتفرج فيك، وشو تحب تقول؟ وين أكلت تتفرج علي الحفص؟ أو معنا علي الحفص تحية علي. سعلي وقف معي قبل ونشكره راجل فاضل وجاله تحية ونداء في نفس الوقت. ولد حومتك هذا علول؟ ولد حومتي، ولد حومتي، ونوجه له نداء باش يشوف شوية يرجع شوية للجمعية ويوقف مع الجمعية، خاطر ينجم ينجم يعاون بالقداء، وخاطر بصراحة جمعية رئيس الجمعية اللي موجود تو مشكور ربي يخلص وحده إن شاء الله، قاعد يصرف من جيبه برشا والناس ماهيش قاعدة تعاون، والوحيد اللي نجم يخرج الجمعية من المأزق هذايا ماديا هو سيد علي الحفصي. حاب تصفيقة كبيرة برشا على جمال الزابي نجم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، يعطيك الصحة اللي جيت بحضنا اليوم. باه كلمة الأخرى شو تحب تقول؟ نوجه تحية لجمهور جريدة التوزر على رأسهم المدام تحية ربي يفضلها لك إن شاء الله، ونطلب الاعتذار مرة أخرى من جمهور المنتخب اللي يمكن سببت برشا وجاعة وبرشا حسرة على الكأس أفريقيا هذيك اللي ما مشيناش فيها حتى طرف، وتحية آخر شيء تحية لجمهور النادي البنزرتي وجمهور النجم الساحلي. يعطيك الصحة جمال الزابي، نشكرك على الحضور، احنا نعاود نرجع بعد الشر. عام 2020 هو العام تاع تويوتا، بي اس بي تويوتا، تعرف مليح اللي عام 2020 هو العام الاكثر مبيعا، الكهرباء اللي تباعت الاكثر في جميع انحاء العالم. جوستومون اكثر كهرباء تباعت عام 2020 هي التحفه اللي تنجموا تربحوها انتوما اللي هي التويوتا كورولا من اخر ما صدر. تفرج خويا اللهم صلي على النبي، لي فو ليد اللي موجودين فيها تقريبا من احسن وازين الكراهب عام 2020. اما اللي يقول ازين كهرباء مش من برا بركه، احنا اللي مزيان من برا مزيان من داخل. يجيو نعملوا طلعه ترى مع بعضنا نشوفوا شنو لي زوبسيون اللي موجودين في الكهرباء اللي تنجموا تربحوها. تبعثوا ابل اس ام اس على 85810. اهم حاجه تكون موجوده في كهرباء انك تسوق مرتاح، كي تشوف البوات فيتيس اللي موجوده فيها هي بوات فيتيس اوتوماتيك، دونك خويا لو بروميير دوزيام لا تاكسي راس في السيركولاسيون، وخاصه تعرف نيفو دو سيكوريتي مهم كي تتنقل مع العائله، مهم برشا السيكوريتي نتاعهم، موجود فيها سيتر باك كاملين او اس بي او بي دي، وخاصه كونفورم تاع التكنولوجيا اللي لازم يكون موجود اللي هو ايكرون تاكتيل 8 بوس. كان التليفون نتاعك اندرويد عندك الاندرويد اوتو اللي ينجم يخليك تستعمل تليفون وتستعمل كل الخاصيات نتاعو، موجود لابل كار بلاي اللي ينجم يخليك تتمتع بكل خاصيات التليفون نتاعك، الكليماتيزاسيون هي بيزون، كاميرا دروكول موجوده، وحتى الفراما الكتريك. الكهرباء الاكثر مبيعا عام 2020 هي كرهبتك يا قاعد تتفرج فينا، الانفتاحات موجودين عندنا لهنا في تويوتا، يكفي انك تبعث ابل اس ام اس على 85 810. كرهبت عام 2020 هي كرهبتك عام 2021.